بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سعدت الآن أن ألتقي بالأخ العزيز ناصر بن خليفة البحري. الأخ ناصر، لك ما شاء الله ترعى الغنم، فبماذا تتميز السلالة العمانية؟ السلالة العمانية ولا تتميز بالهوش هل الطيبات هل عصاي الهوش؟ نعم إيه نعم، هل عصاي له الهوش؟ لكن له الهوش واحد. نعم إيه نعم، ما شاء الله. السلالة الطيبة هذا معنى تتواجد. إيه ما شاء الله. إيه نعم. زين، متى أنسب الأوقات تخرجوا لرعي الغنم؟ والله أكثر الأوقات الصباح. الصباح. من تطلع الشمس. لك حين نسرح فيه. وفي المساء أيضا. المساء كذلك بنصلي العصر وهذا ننشر فيه. نشره. إيه نعم. ما هل هناك صعوبات يواجه الراعي عند رعي الغنم؟ لا والله ما تصعوبات. ماشي صعوبات. إيه ترتاح مع الحيوان. تطلع. ترتاح نعم. إيه نعم. ما قل لي بعض المكتسبات اكتسبتها بجانب هذه رياضة المشي، يعني رياضة ويعني كما تقول تتنفه فيه، انت تتمشى ترتاح فيه. جميل. اي نعم ما شاء ترتاح الله، ترتاح تطلع مع الحيوان. رسالة ونصيحة تحب توجهها للناس اللي يرعوا الأغنام أو عندهم أغنام؟ اي نعم، إن اللي كما تقول أوجه لهم إياها، الأغنام طيبات يحافظوا عليهم، يحافظوا عليهم وهذا يعانيوه. جميل. اي نعم، جزاك الله خير سعيد. يعطيك حفظك الله. استاذ عبد الله، شكرا استاذ عبد الله، وفقك الله. شكرا.